الراي في الموسم الماضي سجل خلال مشاركاته سجل 5 أهداف وهدف وهدف وهدف, وهدف. هدف عن طريق بيدرو رودريجيز. الهدف بص حضراتكم ويليان ويليان عاملها حلوه قوي ويليان بص الرؤيه انفض ازاي وتكتل دفاعي ولكن بباطن القدم بيدرو رودريجيز هدف رائع هدف صنعوا عدة فرص لكن سجلوا هدف وحيد عن طريق بيدرو زاباكوستا بيأدي أداء مميز جدا والكرات العرضية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد بيأدي أداء مميز جدا زاباكوستا يتقدم ويسجل هنا كرة على طريقة هاري كين نجم الإسلام المشوار منين بص مشوار عامله على الأقل على الأقل كده 50 ياردة وشوف القرار هنا لمح الحارس حطها له حلوة 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 القادم من تورينو صاحب 5 لقاءات الدولية مع المنتخب الإيطالي.